بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وصلى رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بدأ بمن نستهل هذا الدروس وهذا المجمع الكريم بآيات المدينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا ومسامعكم الأخ نوري محمد، فليتفضل المشرق.